من البارامترز برضو ناخدها في اعتبارنا في الديزاين السليبرينس والفريكشن. يعني بتكلم ان انا يعني لو عندي الجهاز بتاعي فرضا يعني ممكن يستعمل في ويت انفايرمنت، فويت انفايرمنت معنى كده ان ممكن يبقى الحاجات كلها بتبقى زلقه شويه، يعني ما اقدرش ان انا الحاجه اللي انا كنت بستعملها او لو انا مثلا عايز انسرت حاجه جوه حاجه، عاده دي بتبقى اسهل لما يكون الدنيا دراي، بس لما يكون عندي ويت انفايرمنت ممكن تبقى دي صعبه شويه. فعامة بلاقي مثلا ان انا بالنسبه للتيوبنج بتاعت الانترافينس بامب بتبقى متصممه ان يكون فيها شويه خشونه كده، بحيث ان انا حتى لو كان في ويت انفايرمنت اقدر ان انا احس بالتيوب اللي انا ماسكها واقدر ان انا احطها بشكل سليم. طبعا الحاجه دي بتبقى مهمه جدا، لان يعني فعلا ممكن تبقى في انفايرمنت معينه ممكن تبقى تخلي الجهاز ده ممكن يستعمل وجهاز تاني ممكن ما يستعملش. برضو جزء بتاع الاتموسفيريك بريشر برضو بيفرق معايا، لان لو انا كنت بشغل الجهاز ده في هايبر باريك تشامبر، يعني بتكلم على اوضه الضغط بتاعها عالي شويه، ده بيأثر على البرفورمانس. يعني بعض الناس ريبورتد ان بعض الكيبوردز مثلا ما بتشتغلش كويس في الهايبر باريك تشامبرز، يعني لو الضغط عالي شويه ممكن ان هو يفرق معايا شويه. فده طبعا ممكن ان احنا نفكر فيه مثلا لو انا يعني بتكلم على جهاز مثلا هيشتغل في انفايرمنت تبقى يعني مثلا في بعض الاماكن في الطيارات، في بعض الاماكن مثلا في لو انا بتكلم على ساب مارين مثلا، بتكلم على حاجات ممكن يبقى فيها الضغط يبقى اعلى شويه من الايه من الانفايرمنت العاديه، من الوان بار اللي احنا متعودين عليه في الانفايرمنت العاديه. فلازم ناخد الكلام ده في اعتبارنا لو الجهاز بتاعنا هيشتغل في ايه في مكان يبقى الضغط بتاعه اعلى شويه. برضو من الحاجات اللي طبعا لازم ناخدها في اعتبارنا اللي هي الايز اوف مينتننس، يعني بمعنى ان احنا بنتكلم على ان الجهاز بتاعنا ده يبقى سهل الصيانه، يعني لو فيه عنده محتاج صيانه تبقى الصيانه دي بسيطه، ويعني لو ممكن حتى يعملها اليوزر يبقى حاجه كويسه قوي. فعلى سبيل المثال devices used in the home by lay users اللي هي الناس اللي هم الاشخاص اللي هم ما هماش متخصصين خالص، لازم تريكواير مينيمال اور نو مينتننس. اوكي، ولو هو محتاج مينتننس لازم المينتننس ريكوايرمنت دي تبقى اوبفيس، يعني بمعنى ان انا لو الجهاز بتاعي بشتغل بيه في البيت يعني يا اما ما يحتاجش صيانه خالص يا اما الصيانه تبقى بسيطه بحيث ان انا اقدر اعملها انا كشخص بستعملها في البيت ومش محتاج باك جراوند كبيره. اوكي، زي مثلا تغيير البطاريات مثلا. اوكي، لو بتكلم على الجهاز نفسه حصل فيه مشكله لازم يطلع ايرور مسج واضحه علشان اليوزر يعرف ان ده محتاج صيانه. اوكي، انما غير كده يبقى طبعا يبقى بحط البيشنت ده او اليوزر ده في خطوره ان هو ممكن يستعمل الجهاز وهو مش في الحاله السليمه بتاعته. طبعا لو جهاز بيحتاج كليننج وستيريلايزيشن لازم الانستراكشنز دي تبقى واضحه جدا وتبقى يعني موجوده بوضوح يا اما على الجهاز نفسه يا اما في الاوبريتنج مانيوال، ويعني يستحسن طبعا تبقى على الجهاز نفسه علشان اليوزر نفسه يقدر بسهوله ان هو يعرف الريكوايرمنتس ايه، لان في بعض الحاجات ممكن ان احنا نحطها مثلا في ستيم ستيرلايزر، بعض الحاجات بيتعمل لها كيميكال ستيرلايزيشن، وفي حاجات ما ينفعش انها تبقى كده وما ينفعش انها تبقى كده. يعني مثلا لو انا جبت البروب بتاع الالترا ساوند، البروب بتاع الالترا ساوند ده ما اسمحش ان انا احطه في الهيت، يعني في الهيت العالي ما اقدرش احطه في درجه حراره عاليه، فما ينفعش احطه في الستيم ستيرلايزر. بيبقى عاده له طريقه معينه في الديس انفكشن معتمده على كيميكال ايجنت كده بيطهر بيه، فلازم يبقى واضح جدا ومكتوب عليه ايه الطريقه بتاعه الاستيرلايزيشن بتاعته، بيتنظف ازاي ويبقى ستيرلايز ازاي عشان ما يحصلوش دامج نتيجه لاستعمال خاطئ لايه للكليننج ايجنت او الاستيرلايزيشن ميثود ما تبقاش مسموح بيها. وفي الوقت نفسه لو انا عندي كومبوننت المفروض ان انا اغيرها، زي مثلا عندي مثلا لامب، لو انا مثلا يعني فرضا في عندي مثلا جهاز فيه لامب مثلا المفروض عايز اغيرها، يبقى طريقه الوصول لللامب دي تبقى بسيطه وان انا اغيرها واجربها تبقى سهله ما يبقاش فيه اي خطوره. ولو بتكلم على الباتري اوبريتد ديفايسز يستحسن او يعني ضروري يبقى فيها باتري ستاتس انديكيشن، يعني لو انا عندي مثلا يعني الجهاز بتاع يعني بورتابل ديفيبريليتور مثلا، ما ينفعش ان انا ابقى بستعمل الجهاز ده وبروح بيه حته يعني اماكن ما فيهاش كهرباء وهي اصلا معتمده على البطاريه اللي جوه الجهاز دوت، وما يبقاش عارف ان الجهاز ده هل مشحون ولا مش مشحون، لازم يبقى عندي انديكيشن اذا كان البطاريه مشحونه ولا مش مشحونه عشان ما يحصليش مشكله في السايت اللي انا بحاول استعمل فيه الجهاز ده ان انا اكتشف ان البطاريه مش مشحونه. برضو بالنسبه للستورج،
الحقيقه يعني في بعض الاجهزه بتبقى متخزنه لفتره طويله جدا وبعد كده بتطلع عشان تستعمل فورا. يعني مثلا لو بتكلم على ديفيبريليتور مثلا، ممكن يبقى محطوط مثلا في مكان يعني في المستشفى، في المخزن بتاع المستشفى، وبعد كده لما يكون في احتياج ليه بنجيبه من المكان ده بسرعه علشان نستعمله. ففي بعض الاجهزه لازم، زي مثلا ديفيبريليتور بالذات، بيبقى فيه طبعا الاوبريشن بتاعه بيبقى تايم كريتيكال، لو جبته بسرعه جدا لو جبته ببطء، فلازم احطه بشكل مثلا بحيث ان هو يبقى ايزلي ريكوجنايزبل. يعني احطه مثلا في حاجه تبقى لونها مثلا فوسفوريك مثلا، بحيث ان انا ابقى شايف على طول اول لما اخش ابقى شايف مكانه فين بالظبط. ولو انا محتاج باور عشان الجهاز ده يبقى يعني مستعد ان انا استعمله فورا، لازم اميك شور ان يعني يبقى فيه باور في الاستورج، ولازم اميك شور ان مفيش فاير هازرز. ما ينفعش ان انا احط الجهاز ده بيتشحن ويكون وهو بيتشحن بيسخن وبيعمل بقى بيلد اب او اكيوميليشن للحراره جوه المكان المقفول دوت، وفي الاخر يند اب ان هو يعمل لي فاير. فلازم ابقى واخد في اعتباري برضو اذا كان في فاير هازرد، ابقى واخدها في اعتباري، يبقى في تهويه كافيه بالنسبه للمكان بحيث ان يبقى الفاير هازرد يبقى مينيمايزد. برضو نفس الكلام برضو بالنسبه لافكت اوف داست اند ديرت. يعني بعض الاجهزه لما بنحطها برضو في مخزن فتره طويله طبعا بتبتدي يبقى عليها تراب كتير او عليها بعض الحاجات اللي ممكن تيجي من الانفايرمنت اللي حواليها، فطبعا لازم ابقى واخد في اعتباري برضو اذا كان الايفكت بتاع الاكيوميليشن اوف داست مثلا ممكن يفرق معايا في البرفورمانس، يبقى لازم اعمل حاجه بحيث ان انا وانا بستور الايكويبمنت دي احطها بشكل بحيث ان ما يجيش عليها الداست ولا ديرت. من الحاجات برضو مهمه جدا الايفكت اوف راديانت انرجي. انا بتكلم دلوقتي على ان الجهاز بتاعي دوت هيتاثر ازاي بالراديشن اللي حواليه. يعني دلوقتي الجهاز بتاعي ده ممكن يتحط جنب مكنه ام ار اي او جنب مكنه مثلا الكترو سيرجيكال يونت او حاجات تانية ممكن ان هي بتبقى فيها راديشن انرجي ذات ار اف، يعني ممكن انها تاثر لي على البرفورمانس بتاعي. فالنقطه ان دي ممكن هي تعمل لي بعض الحاجات اللي هي تخلي الجهاز ما يشتغلش كويس، او تخلي بعض الانفورميشن بتاعه الجهاز تبقى تطلع بطريقه خاطئه، او ان الجهاز ده نفسه يحصل له مثلا السوفت وير بتاعه يحصل له يعني مشكله، ان هو يعني يحصل له مثلا اكن يعني اخلي مثلا بدل ما هو بيشتغل في حته بقى بيشتغل في حته تانيه، فبيسكلي الاوبريشن بقى يعني بقى فيه مشكله. فطبعا لازم ميك شور ان يعني مفيش اي انكوركت انفورميشن يعني بالنسبه للجهاز ده تبقى ديسبلايد، والكنترولز برضو ما تتغيرش اوتوماتيكلي. يعني بمعنى ان انا ما ينفعش ان انا ار اف انرجي تجيلي يبقى الجهاز ده بدل ما كان بيشتغل في مود يشتغل في مود تاني. وفي نفس الوقت لازم نحط ليبلز واضحه جدا وورنينج وكوشنز، بحيث ان الجهاز ده لو بيشتغل في انفايرمنت فيها راديانت انرجي يبقى لازم برضو ان انا اخد الكلام ده في اعتباري علشان ما احطش الجهاز ده جنب الاماكن دي. يعني على سبيل المثال لو الجهاز بتاعي ما يعني ما ينفعش ان هو يشتغل مثلا جنب ماجنتيك فيلد عالي، يبقى معنى كده اميك شور ان انا اكتب على الجهاز ان هو المفروض ان هو يبقى مثلا بيوند ال 5 جاوس لاين مثلا بتاع الام ار اي، او مثلا ان هو كانوت بي يوزد ان ام ار اي فيلد مثلا، او حاجه بالشكل ده كده. او مثلا لو هو مش بيأكسبت ار اف يبقى معنى كده ان انا اتكلم ان مفيش، احط عليه بالليبل مثلا ان مفيش موبايلات تبقى حواليه مثلا. يعني اخر حاجه خالص بقى ان الامرجنسي ريكويرمنت او الامرجنسي انفايرمنت بتاعتي، الحقيقه يعني الاجهزه اللي فيها بالذات لازم تبقى ديزايند علشان تبقى فعلا مستعده للاكستريم يوز. اكستريم يوز ده معناه ايه؟ معناه ان الامرجنسي روم بتاعتي بتشتغل 24 ساعه في اليوم و7 ايام في الاسبوع كل ايام السنه. فمعنى كده ان انا ما ينفعش ان انا اجيب جهاز والجهاز ده يبقى محتاج ان هو يحصل له مينتنس مثلا كل شهر. الكلام ده ما ينفعش. احنا عايزين جهاز يشتغل فعلا ما يبقاش عنده يعني مشكله ان هو يشتغل في اكستريم انفايرمنت ويشتغل كل يوم ويشتغل اكشوالي يعني اولموست كونتينيوسلي يعني فتره طويله علشان يبقى مناسب للامرجنسي انفايرمنت. الامرجنسي انفايرمنت دي لو احنا عندنا جهاز ما هواش معد ان هو يستحمل الاكستريم انفايرمنت هيبقى عنده مشكله ان انا وقت ما احتاجه في كريتيكال سيتويشن ممكن هو يفيل او ممكن هو ما يشتغلش خالص، فمعنى كده ان هو ممكن يسبب خطوره على حياه المريض. فدي حاجه مهمه جدا لازم ناخدها في اعتبارنا في الامرجنسي انفايرمنت.